ارفعوا أيها الرؤساء أبوابكم، وارتفعي أيتها الأبواب الدهرية، ليدخل ملك المجد. من هو هذا ملك المجد؟ رب الجنود هو ملك المجد. اليوم يوم القيامة، فلنتلألأ أيها الشعوب، لأن الفسح هو فسح الرب، وذلك لأن المسيح إلهنا قد أجازنا من الموت إلى الحياة، ومن الأرض إلى السماء. نحن المنشدين نشيد النصر والظفر. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت، ووهب الحياة للذين في القبور. إن الملائكة تفوها نحو المنعم عليها، أيتها العذراء النقية افرحي، وأقول أيضا افرحي، لأن ابنك قد قام من القبر في اليوم الثالث. استنيري استنيري يا أورشليم الجديدة، لأن مجد الرب أشرق عليك. افرح الآن وتهلني يا صهيون، وأنت يا والدة الإله النقية، اضربي بقيامة كما سبق فقال، ومنحنا الحياة الأبدية والرحمة العظمى. ليقم الله ويتبدد جميع أعدائه، ويهرب مبغضوه من أمام وجهه. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت،